السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال غريب. قال هذا يحتج قال البدعة الجديدة التي دخلت علينا ووصلت إلينا وقالها ما لا أصل ولا شيء وتنفر الناس من الزواج، شو هي البدعة اللي بيقول عنها؟ قال بعض الآباء يشترطون على الخاطب أن يقدم شهادة صحية بسلامته من الأمراض السارية. أولا أسأل لماذا، هي قرأت عنها ببعض الجرائد أيضا، ناس يستنكرون اليوم بالأصل الطلاق بيد الرجل، لكن في حالات كثيرة جعل الشرع للمرأة الحق بأن تطلب فيها الطلاق. هذا إذا واحد تبين أنه معه يعني مرض جسدي يمنع من الغرض الأصلي من الزواج. الغرض الأصلي فهمتم، الغرض الأصلي من الزواج مو أن تذهب البنت عند رجل حتى تأكل وتشرب وتلبس، قد تكون في بيت أبيها تلبس ثيابا أغلى وتأكل أطعمة أحلى وكل شيء في الغرض الأصلي من الزواج. فإذا تبين الحق أن تطلب الطلاق أم لا؟ لا. إذا غاب وتركها على اختلاف المذاهب اللي أقوله الآن، ما هو من مذهب واحد لكن ما يخرج في الجملة عن المذاهب الإسلامية الأربعة المعترف بها. إذا امتنع عن الإنفاق حط عنده قال أنا ما أنفق عليك، تموت عنده من الجوع، لا الحق أن تطلب عندئذ الطلاق. من جملة الأسباب أن يتبين أن معه مرضا ساريا، مرض ينتقل إليها، إلى تقعد معه لتمرض أو تطلب الطلاق. هذا موجود. ليش نحن إذا بدت بوادر شك ليش نزوجها وننتظر حتى تقع في المرض أو تبدو علائم المرض ثم تطلب الطلاق؟ ما نقطع الطريق من الأول؟ هاي اللي بيقولوا الناس كلهم الوقاية خير من العلاج. بعدين شيء، في عندنا كان البلاد كلها التابعة للدولة العثمانية، عندهم هذا بالأصل كان الحكم بالمذهب الحنفي في كل البلاد العربية التي خضعت للحكم العثماني. اجوا عملوا قبل الحرب الأولى، يعني من أكثر من زمان، من 90 سنة 80 سنة، ما أدري أكثر من 80، نعم حاصل، طلعوا قرار حقوق العائلة فيه. فمن جملة ما أوجبوا فيه ترتيبات هي احتياطات إدارية، أن القاضي لا يعقد عقد زواج اثنين حتى يبرز شهادة صحية من طبيب معترف به بأنه ما خاليا من الأمراض السارية. ما في مانع منها، لأن ومصلحة ظاهرة. تعرفون أبين كلمة تانية فيها فائدة، هلا كل ما أمر به الشرع في مصلحة، وكل ما نهى عنه في اجتنابه مصلحة. المصالح منها ما أثبته الشرع قيده، يعني ثبته، هذه ما فيها كلام. منها ما أطلقه، لا قال اعملوه عمل في مصلحة، الشرع لا قال اعملوه ولا قال لا تعملوه، هي اسمها مصالح مرسلة. شو معنى مرسلة؟ هلا عندك شاة، عندك فرس، إما أن تقيدها بتربطها عندك أو بترسلها بتفلتها، هذه مصالح فلتانة. الشرع ما قال لنا بعينها اعملوها ولا قال لا تعملوها، لكن عطانا قاعدة عامة، كل ما في مصلحة لنا معشر المسلمين وأمر الحاكم المسلم به بعد استشارة الخبراء وأهل الحل والعقد يصير واجبا شرعيا. هذه المصالح المرسلة موجودة في كل المذاهب، لكن المذهب الذي يعني جعلها أصلا من الأصول من الدرجة الثانية، يعني جعلها دليلا فرعيا غير الأدلة الأصلية الأربعة، مذهب مالك.
هاي مصالح المرسلة باب عظيم جدا. هلأ قانون البلديات أو نظام البلديات، ما بتحبوا كلمة قانون، أو نظام الصحة، نظام المعارف، المدارس، كل هالأشياء الحديثة هذه تدخل تحت مبدأ المصالح المرسلة، يعني أمر فيه منفعة. الشرع في آية أو حديث جاءت بتنظيم يعني قواعد المرور، السيارات شو الحد اللي تمشي به، ماذا تعمل، شيء ما في، ما كان في سيارات. لكن الشرع قلنا أنه كل ما في مصلحة وأمر به الحاكم بعد المشورة هذا بتكون تعملوه. هون دخلت كل هالأنظمة هذه، من شملتها هاي قضية الفحص الطبي قبل الزواج، فيها فائدة، ما المانع منها؟ نعم. بعدين هذا عم يعرض لشيء كنا تعرضنا له مرات، أي والله رسالة ثانية عم يقول فيها أنه اشتغل عن سماع حديثي بالأمس، يعتذر، قال ما سمعه، ويطلب أن أرسل له خلاصة عنه لأنه كان مختلفا مع زوجته، خانق وياه، ما عاد سمعوا الحديث. بدي أتكلم كلمة عن الخلافات الزوجية، هالكلمة هي تنفع كل واحد من السامعين، المتزوج تنفعه وتنفع زوجته، واللي سيتزوج تنفعه إن شاء الله عند الزواج. أولاً إذا كان بين المشاهدين زوجان على خلاف، لكن لا تظنوا أنكما وحدكما، كل زوجين في الدنيا يمكن أن يختلفا، ما في بيت من البيوت ما دخل إليه الخلاف الزوجي، ولو بشكل نظيف بشكل حتى أشرب بيت على وجه الأرض، بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا ما صار الخلاف الشديد ولا صارت نتائج سيئة، لكن وقع بعض الأشياء، كان يختلف زوجاته حتى مرة أثناء الطعام، هي بتطبخ طبخات تانية تلومها، مرة واحدة أخذت الطعام لطخت به وجه الثانية، إجت بتنتقم منها الرسول اللهم صل عليه، نحى رأسه. أعجب شيء في مدرسة كانت تدرس هالكلام هذا لطالبات، كان تعليقهم عليه أنه هذا إضاعة مال وحرام، هذه أوقعت نفسها بجهنم، تنتقد أمرا الرسول عليه الصلاة والسلام من انتقده، يعني من ادعى أنه أغير على الأخلاق أو أعرب بالمصلحة أو أكمل من ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذا قد يخرج من الدين. فالحاصل الخلاف بين كل زوجين ممكن أن يقع. طيب ماذا نعمل إذا وقع الاختلاف؟ لابد أن واحد يصالح الثاني، هو بيقعد بيقول والله ما بيجي تجي لعندي وتعتذر مني، بتقول ما بروح لعنده أبدا، هو السبب، أنا شو عملت له، ما سأت إليه، هو يجي لعند، يمكن مثل اثنين بدهم يتصافحوا، واحد على طرف الشارع والثاني هناك، إذا مدوا أيديهم ما تلتقي، تمشي أنت خطوات ويمشي الآخر حتى تلتقيا، بس انتبهوا مو تلتقوا نص الشارع والسيارات ماشي، يكون اللقاء الذي لا لقاء بعده، لا، هذا أضرب مثلا من ناحية، المثل يؤخذ من ناحية، التشبيه مو بكل شيء، العرب أن يشبهوا المرأة بالغزال مثل الظبي، إلا جرب التصوير مو بكل شيء، ولا قول، نعم. فإذا مين بده يبدأ بالمصالحة؟ هل أفضل منهم؟ الرسول قال اللهم صل على، لما يختلف مسلمان خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، هل يريد يكون أفضل هو يبدأ. بعدين إذا واحد بدأ مو الثاني يتشدد ويشمخ بأنفه، لا، مجرد
أن تجد أن المرأة لانت واعتذرت إليك، اقبل يا أخي. وانت يا بنتي إذا كان هذا ظلمك وقال لك عفوا والله ما كان، حكى له كلمة طيبة لك اسكتي اقبلي بها، وإلا يستمر الخلاف. بعدين نصيحة لكل زوجين يستمعان إلي، إذا اختلفتما ولا بد من الخلاف يوما ما، لا تخلوا الخلاف هذا يبيت لليوم التالي قبل النوم، أزيلوه. واحد يعتذر من الآخر، هذه نصائح عامة مفيدة. بعدين لا تدخلوا الأهل بينكما، هي بتجيب أمها هو يأتي بأبيه أو بأمه، بيكون الخلاف يعني يكون شقا صغيرا فيصير يعني ثغرة واسعة، لا، لأنه الله ألقى بين الزوجين مودة ورحمة، لكن تفاهموا لهم لغة خاصة. قلت لكم قبل الآن بعض تجاربي اللي مرت علي بالمحكمة، كان يأتي اثنان، بدخل الزوجة المدعي مع فزعة جماعة، ويدخل هو معه كمان من أهلي، شو بعمل أنا؟ إلى أن يأتي دور الدعوة بدأ مدة نص ساعة ساعة، دخلهم اثنين لغرفة وبغفل عليهم الباب، الزوج وزوجي بيتقاتلوا بالأول شيء، بعدين بيطلعوا مصطلحين غالبا يخرجان وقد اصطلحا. ليش؟ في بينهما لغة خاصة لا بيعرفها الأب ولا الأم، هي المودة والرحمة التي ألقاها الله بين الزوجين، صار الخلاف لابد منه. خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، الذي بيعتذر أولا هذا أفضل. لا تدخلوا الأهل بينكما، لا تتركوا الخلاف يبيت. ومسألة مهمة جدا والله كثير منا يغفلون عنها، لا تخلوا الأولاد يشعرون بالخلاف اللي بينكما، وهذه مع الأسف أمر صعب جدا، يعني لا يقدر عليه إلا القليل من الناس. الولد يجد أمه وأباه يجدوهما مختلفين عم يتخانقوا ويتصايحوا، بظن انتهى الأمر، يبيض طول الليل متألما، لما يلاقيهم الصبح قد اصطلحا يتعجب، لأنه في لغة خاصة بينهما. وبعدين الخلاف الزوجي هذا من يتوسط بحله هذا يقوم بعمل عظيم من الأهل من الأقرباء. والله أنا كان في من أسرتنا واحد أكبر مني بكثير وامرأته عجوز كبير، كنت أتوسط بينهما. جيت مرة قلت له لك يا عمي يذكر سيئاتي، وين بتقول هو كل واحد يعد ذنوب الآخر، قلت تعالوا كل واحد منكم يذكر لي خمس حسنات للآخر، قال ما في، هو قال ما عنده ولا حسنة، هي قالت ماله كل أعماله سيئة. قلت طيب استغفر والله تعالى، هي ترتكب الفواحش؟ قال لا والله حرام. طيب تسرق مالك؟ قال لا. طيب تعمل كذا؟ طلعت هي خمس فضائل ونحن قاعدين. فكل مسألة في الدنيا من أمور الدنيا لا مثل القمر، له جانب مضيء وجانب مظلم، فبدلا من أن ينظر كل واحد إلى الجانب المظلم من صاحبه ينظر إلى الجانب المضيء. نعم. بعدين الكلام بهالموضوع هذا، بعدين هذا الشخص اللي أكلمكم عنه قريب لي، ابن عم لي توفي من عهد بعيد، ذهب إلى رحمة الله، كان دائما يختلف مع زوجه، تصدقوه لما ماتت هي قبله، لما ماتت ولم يبقى له شاغل، بيتخانق مع مين؟ ما في أحد، عمره فوق 90، كان تبدو عليه صحة وقوة، خلال 3 أشهر صار عجوزا فانيا. ليش؟ ما بقي له شغلة، عم يتسلوا فيها، عم يتسلوا هو وياه بهالخصومات والخناقات. فينتبه الآن المشاهدون يا إخواننا، والله الحياة أضيق من أن تتسع لهذا الخلاف. بعدين الخلاف اللي خارج البيت هذا أمر سهل، أصعب أنواع الخلاف والهموم الخلاف اللي داخل البيت. إذا واحد تعب في عمله في تجارته بعلاقاته مع الناس، بيدخل البيت بيحط برات الباب ويغلق الباب، أما هي الخلافات الداخلية موجودة معه دائما، فاجتنبوها ما أمكن.
ولو واحد إذا ظلم نفسه قليلا أحسن من أن يظلم غيره أو أن يدوم الظلم عليه. وي عم أقول هذا كلام مو ببلاش، هي التجارب 80 سنة في الحياة و30 سنة في المحكمة.